مرحبا ويسعد أوقاتكم بكل الخير. النباتات وعالم النباتات عالم كبير. اليوم ناخد نبتة متميزة شكلها هيك شوي غريب، ألوكاسيا أو إذن الفيل. نبات داخلي ظلي كتير جميل، أوراقه بتتميز بعروقة الظاهرة مثل ما شايفين على الورقة، ممكن يكون لونه أبيض أو أصفر، فجماله بتميز أوراقه. في منه أنواع كتيرة وعديدة مختلفة الأحجام والألوان، ممكن يظهر بالربيع إذا توفرت له الظروف المناسبة، ظروف البيئة الأم. بتحب الضوء الساطع بدون أشعة شمس مباشرة، بتحب الرطوبة، بتحب الدفى، لهيك بأشهر الصيف منرشها دائما بالمي. الري معتدل لكن بالصيف ممكن نزيد الري. والزراعة دائما لازم تكون بتربة خفيفة جيدة التصريف. تكاثرة بالتقسيم أو بالبذور، والتسميد يكون مرة كل أسبوعين بخلال موسم النمو، يعني من الربيع للصيف. أهم شيء بدنا نعرف إني ما بتحمل أبدا البرودة. مشاكلها ممكن يصير مع نقص فرار الأوراق، وهيدا دليل زيادة بالري، وممكن تحترق الأوراق، هيدا شمس قوية، فخليها دائما بعيدة عن أشعة الشمس القوية بمكان ظلي. خلينا نعرف آخر شيء إن هي نبتة سامة، خليها بعيدة دائما عن الأطفال لأنه أوراقها بتسبب مشاكل بالبشرة، وإذا ما تم ابتلاع الأوراق فبيعمل مشاكل بالمعدة من غثيان وقيء. انتبهوا من الأطفال والحيوانات المنزلية. نلتقى على خير وبأمان الله.